انا بس عايز اقفل ملف الزمالك الاول، بس في فيديو مهم لمحمود علاء النهارده، وقع اللي اتكلمنا عليها قبل الفاصل في مباراه الاتحاد والمصري، انتهت بفوز المصري بنتيجه 2-1. ده فيديو حصري هوريه لحضراتكم، لان التصرف اللي عمله محمود علاء هيكلفه كتير، يعني هيكلفه كتير. خلينا نشوف الفيديو اهو قدام حضراتكم. ده بعد، بص يا مراد معانا، ده بعد ما اتطرد محمود علاء، وبعد ما سلم او قعد يضرب كف على كف كده، فالراجل راح مديله انذار التاني الحكم فتعصب. بص بقى الجايه دي، بص الجايه دي، كسر الكاميرا. ليه العصبيه المبالغ فيها؟ ودي مش اول مره هذا الموسم لمحمود علاء في واقعه بتاعت وليد عبد الرازق لو نفتكر في الدور الاول. فانت دلوقتي يا جماعه، اولا تعمل محضر، اتعمل محضر في محمود علاء بعد ما كسر عدسه الكاميرا. خلي بالكم الرينج بتاع الفلوس بتاعت عدسه الكاميرا دي يا جماعه حوالين 20,000 دولار، دي مش حاجه بسيطه. هو كسر العدسه بس مش الكاميرا نفسها، تمام. ويقال ان هيكون في غرامه 100,000 جنيه من الرابطه طبقا للائحه. وتاني حاجه، المحضر اتبعت لاتحاد الكوره واتبعت لرابطه الانديه المحترفه، لكن تصرف غير مقبول بالمره. محمود علاء احد اللاعبين اللي مقدمين موسم مميز جدا مع الاتحاد السنه دي، بس حاجة بصراحة غريبة، ما كنتش أتمنى أبدا أبدا محمود علاء يعني تصرف هذا التصرف. رأيك يا مراد في الواقعة دي؟ يعني محمود الحقيقة من اللعيبة اللي بحبها، ولعيب هادي ومميز، ما أعرفش يعني المفروض إن هو بقى يعني كابتن، وكابتن كبير سواء في المنتخب أو في الاتحاد أو في الزمالك، المفروض التصرفات دي خلاص يبقى يعدي، ويكون عدى المرحلة دي المفروض يعني. أه يعني طب يعني في الزمالك مثلا كان معذور الفترة الأخيرة، كانت الجماهير جماهير النادي بتهاجمه، لكن طبعا التصرف يعني غير لائق من محمود أيا كان. وهو أكيد طبعا دلوقتي محمود يعني من الناس اللي أنا عارفها يعني أكيد دلوقتي ان هو يعني طبعًا. لما يشوف اللقطه اكيد طبعا هيبقى زعلان، لكن طبعا هو ماشي بشكل كويس جدا مع الاتحاد، وماشي بشكل كويس، وكان موجود في معسكرات المنتخب الفتره اللي فاتت. خلي بالك اللائحه بتاعت العقوبات في مثل هذه التصرفات بتنص على غرامه 100,000 جنيه واصلاح ما تم اتلافه. يعني طبعا بقول لك السعر ممكن يوصل يعني أيوة التكلفه أيوة. بتاعت العدسه لوحدها يا جماعه، أيوة عدسه الكاميرا دي مش حاجه سهله جدا، 20,000 دولار تقريبا يعني في الرينج ده، اقل سنه اكتر سنه كده يعني كده 700,000 جنيه في لقطه زي دي، 800,000 جنيه بالظبط. يعني طبعا اكيد انا زي ما بقول لك، يعني اكيد محمود دلوقتي مثلا بيتفرج او شاف اللقطه او شاف الحاجه اللي هو عملها، اكيد طبعا هيبقى متضايق وزعلان، لكن التصرف غير لائق. رايك كده ثانيه هتكلف؟ لا طبعا انا مش مع ده. وخلي بالك احنا الفتره اللي فاتت شفنا لعيبه كتير برده ابتدت يبقى في انفعالات كتير في الملعب، في الزمالك وفي الاهلي، ودلوقتي محمود علاء. محمود علاء معروف عنه ان هو هادي جدا اصلا جدا، يعني عايز اقول لك حتى احنا واحنا في نادي الزمالك هو معروف عنه هادي جدا، كان معرفه شخصيه ومؤدب جدا. فانت ان انت تطلع كميه الغضب دي في الملعب ليه؟ يعني احنا يعني ما نتمناش ان ده كان يحصل في النهايه، واحنا كنا عمالين نشيد بالاداء بتاعك المميز في الفتره اللي فاتت.